بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نتكلم النهاردة تحت العنوان Importing Slides from Article 8 Quiz Maker. الـ Article 8 Quiz Maker يا جماعة واحد من ضمن البرامج الخاصة بـ Article 8، وديت سبيشال فور الأسئلة الإلكترونية. بيديني سبورت جامد جدا لعدد كبير من الاسئله، من الترو اور فولس، مالتيبل تشويس، مالتيبل ريسبونس، فيل ان بلاك، من الفراغات، سيكونس، دروب اند دراج، ماتشنج، رتب من فوق لتحت، ماتشنج دروب ودراج، وورد بانك، بنك كلمات، اسحب الكلمه للمكان المناسب، سيكونس دروب داون، نيمينج، هوت سبوتات، ما بين سيرفاي، ما بين فري فور، ما بين. بيديني امكانيات بجد رائعه جدا في اني اعمل اسئله الكترونيه. يا جماعه بالله الاسئله الالكترونيه جزء مهم جدا من انتاج البرمجيات التعليميه، وما حد بيقدر يقلل من قيمه الاسئله في انها تعمل، سواء كانت بري تيستنج او بوست تيست او اختبار نهائي او الامر ده لا خلاف عليه من النقط الأساسية في إنتاج البرمجيات التعليمية، ومن النقط المهمة جدا في الكورس اللي احنا نشتغله إن شاء الله بإذن الله مع بعض. طبعا الكلام يا جماعة مش على يعني النهارده مش نشرحه البرنامج، بس احنا بنحاول نشوف السنس الشكل العام بتاعه علشان نكون فاميليار بيه. بشكل عشوائي انا كتبت يعني تعتبر القاهره جمهوريه مصر العربيه، اجابه صحيحه اجابه خاطئه، وعملت كوريكت على الاجابه الصحيحه، واشتغلت على الديفولت سيتنجز بتاعه في الكوريكت عنده هو استجابه، وفي اللينك كوريكت عنده هو استجابه، والامور الباقيه كلها واداني السكور بتاعي من 10، وهو اشتغلت على الديفولت سيتنجز بالكامل، وعملت كنترول اس وسيفت البروجكت بتاعي. هفتح ارتكوليت واروح الله من قائمه فايل، اقول له امبورت كويز ميكر. جاست من يعمل امبورتنج ليه؟ هو بيدور على كويز نفس الاكستنشن بتاع الكويز ميكر اكزاكتلي. ابتدي اعمل امبورت، نفس هياخد وقت قليل، يحاول يجرى الملف من مكانه وجوده، وبعد ما يحس بيها يبتدي يدرجه بكل اللينكات اللي هو فيه. طيب جميل، ادرجه في نيو سينس اسمه انتايتلد، سيلكت اول، مفيش غير سؤال واحد بس. طبعا لو كان في عندي اكتر من سؤال هبتدي ينزله بشكل سيكونس متتابع او سي. ادي امبورت يا جماعه على مشهد جديد. اكزاكتلي خلينا نقف هنا على المشهد ده يا جماعه، ولو انا عملت بريفيو للسينس ديت، وخلونا نعمل فوكس على كام نقطه كده في البريفيو. انا هنزل على السنس اللاير الثانيه واقول والله ده السؤال، وقلت اجابه صحيحه وعملت سبميت الاجابه بتاعي، هيقول لي ذاتس رايت يور سيلكت، مش عارف ده الاستجابه بتاعه هو، هعمل كونتينيو واقول السكور بتاعك عباره عن 100%، اخذت 10 بوينتات، الباسنج سكور عباره عن 80%، وريزلت كونجراتيوليشن، انت نجحت. لو انا عملت ريفيو ممكن اشوف الاجابات بتاعي. الجانب ديت يا جماعه الكنترول ديت على فكره بيعمل لي سبورت البرنامج بتاع الكويز كرييتور ده بشكل مبدئي، ازاي انا اعرف ادرج سؤال من كويز ميكر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.